عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت، بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت، بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت. هالفوضى شو فيها جنان، جنوا غنوا وعل الصوت، عم نحكي عفلاً وفلان، بدنا نحكي بأعلى صوت. هالفوضى شو فيها جنان، جنوا غنوا وعل الصوت، عم نحكي عفلاً وفلان، بدنا نحكي بأعلى صوت. وينك انت يا فنان، مسرحنا صاير بسكوت، او بزر للتسلاية، او بزر للتسلاية. لك شو ناطرين؟ ناطرين السيارة تجي. مين انت هاي؟ مين حضرتك؟ انا ناطر معكم. ناطر معنا دربي حبيبي دربي. لوين؟ على البيت. يلا ماشي خلص. بعد بما انه مشي اي شو بك البيت وين صافي؟ لك صافي بها الحياه يا رجال. شو حبيبي ناقصنا شيء؟ شو اللي ناقصنا؟ ما بعرف ناقصنا شيء. ايه انا بقول لك ناقصنا شويه حلو. لك لا لا معي سكر، انا الحلو ما بيواتيني. ناقصنا شيء اهم اهم من السكر. ناقصنا غدا مرتب مع شويه مزوات مع كاسه متي على خير. شو هالحكي هذا؟ ما اصلا كاس متي على خير؟ مو بتعرف اني عم ساوي دايت انا؟ ما بدي غدا ومزوات. ولك احكي شو ناقصنا؟ يا سيدي ناقصنا حضاره. ايوه. بتعرف ليش؟ ليش؟ لانه بالصين كل ثانيه بيخلق طفل. شلون هون ما عم نقدر نظبطها؟ كل 9 شهور ليخلق الطفل. لانه وين الميكرو تبعها؟ هلا بيجي. طيب هاي 2 واصل عني. يا سلام. ما في ما في. شو يا استاذ عماد؟ يعني ما بعرف الاستاذ نايم وهذا شو المصلح هذا؟ شو الفرقة؟ والله عم يتعب. والله يعني ما بصير هذا الكلام. ايه شو يعني. الله والله ما حق صبح ومساء تكنيس. عم بكلم ما عم بتكنسوا ما عم بتساعدوه يعني لابو السعود. والله حرام المفروض والمخرج نايم كمان. المخرج نايم، فرقة نايمة. صباح الخير. صباح الورد. يا أهلين يا أهلين آنسة ريم. شو؟ يا سلامات. نايمين شكله؟ تقب السهرة. والله بتعرفوا شو، أنا اليوم ما جيت لهون بدون فطور، يعني حابب نتغدى بمعيتكم هيك غدا. زمان ما تغدينا. إي والله. شو تاكلوا؟ شو تاكلوا؟ أنا بدي كريسبي. مين؟ كريسبي. إيه. هي بده منها، أنا راح أجيب وجبة. شو تاكلي أنت؟ أنا إذا سمحت صبري. يلعن أبو ريم. بس. شو عم بتقول؟ شو صبرين؟ ليش عم بتسبني؟ صابرين. يلعن ابو ريم. هي عم صابرين. يلعن طيب. ابو ريم يمكن يعني يمكن... اسم الاكله صابرين. اسم الاكله هيك ما قبلت منك، يمكن مني بتقبلها. يلعن ابوكي. مو هيك بدك؟ لحظه اسم الاكله صابرين يا متخلف يا جاهل. بس وهدوا الصوت شوي مشان نحكي مع المطعم دليفري هذا بيجيب دغري. الو صباح الخير مطعم الاحلام. سلامات حبيبي، بدنا غدا لثلاث اشخاص. لا والله محددين يعني بدنا الاستاذ بده ياكل كريسبي. بس ايه بده هي ما سمعت شو اسمها؟ كريسبي. هي اللي اقول لك اياها. ما عم تسمع. طيب خذ. يلا 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 بسرعه بسرعه. كريسبي عرفتها؟ هي اللي قلتها انا هلا. ايه والانسي بدها صابرين. بدها هي يلعن ابو ريم. هي الاكله اللي فيها ريم يعني. لك اسم الاكله صابرين. ايوه صبرين. احترم نفسك لك على ابوك انت. شو عم تصبرين؟ عم يسبك هذا؟ عم يسبني؟ ما بقى بدي صبرين. قول له كوردون بلو. مين؟ جردون ازرق. كوردون بلو. هي بلو 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 كبير بتحط فيه الاصعب الاكل وبتخلط. ما عرفتها؟ بالله يلا يلا قليها بسرعه. كوردون بلو.
ايوه هي اللي قلت لك اياها، بس انا صوتي احيانا بيتغير. انا لا انا بدي يعني ما رح تقل اليوم، بدي فرجين على الفحم كيلو شيش طاووق، ويعني ما زالت لا تنسى شوية سلطة. يلا يلا حبيبي عم سلطة ديليفري، الله يرضى عليك، لا تتأخر، جوعانين كتير. باي. ما في محل ديليفري 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 ديليفري. أهلين أستاذ، أنتوا طالبين؟ إيه نحن طالبين. إيه شو إن شاء الله. شو كريسي؟ ما في ما في محلات يا سبعة أيام مسكر عندي، ما في يا أنس ريم. أنت شو طلبتي؟ صبري. في لعن أبو ريم. لك صبري بس من أكل صبري. لا مو سوبريم، هي سوبريم. قلت لي بدنا هديك. لا لا ثانية، هي جوردن بلو. لا هي بلو. ايوه هي بلو طبعا، بلو هي بلو. وانت ما تبطل من الاكل لالي، ما بدي تقل اليوم تعب. ان شاء الله صحة وهنا. تفضل تفضل شاركنا، تفضل تفضل. لا شبعان شبعان. ما في يا اخي ما في. شو ما تفهم انت؟ بلا بس بلا بقول لك ما في. خذ لك خذ لك فخري، خذ لك شيء طيب. لا تحرجني والله ما في يعني. احط لك كرسي على السنة. ثواني بدي صب لكم كولا. في كولا؟ يا سلام. لك لا سبعة أيام عم لك ما في. شو صب صب، شو عم تضحك علي؟ صب تنك. هي تنك تنك. خدي يا أستاذ. يو أستاذ. شو خير أبو سعود؟ يو أستاذ. قل لي في ريحة أكل؟ في خيانة؟ تعال خير الله خير الله. تعال في تعال. أنا كله هذا على حسابي اليوم جاي، وبتعرف أنا اشتغلت مبارح مشهدين بالتلفزيون 85,023 ليرة. كله على حسابي. شغلني معك الله يوفقك. ايه بدهم وحده هيك مجنون. هيك يعني استاذ اشتغلت يعني بالتلفزيون عطوك مصاري؟ ايه لك عم تلينا هون بمصر بحياتي، صار لي سنتين ونص معكم بالفرقه، ما عرضنا عرض واحد، ما شفنا حدا لا جمهور ولا 500 500 حبيبي، سعر البطاقه 500. سعر البطاقه 500 500 مشان هيك ما حدا عم يجي 500 لانه نحن بزماننا جينا بدنا نعرض. قد ايه 10 بدك؟ ايه اعطاله 10. لحظه شوي عم نحكي مع الزلمه، شوفي بدنا نعرض. شوفي شو عم اعطاله 10 كلسه. كلك كلك ليمي كلك ليمي. شو كلك ليمي؟ فتحت المك فتحت المك. شو في خير استاذ؟ عم تقول 500 500 شو توزع لي اليوم 500؟ وين على وينه؟ وين على وين على هي على هي هي على هي على مو عالم. هذا مو عالم لابس احمر، ما اختلفنا، وهذا احمر منه ما اختلف. مو عالم يعني انا كنت عم بحلم نايم. لا شوفي نايم انا. ايه لك حلمت لكم انه المسرح عندي كومبليت. لحظه لا تكب الكولاي الله يرضى عليك. ويلكم لك شو سبعة أيام، سبعة أيام كومبلي عندي. وين حالك؟ إمتى هي؟ هلا كنت عم بقطع للعالم. لأنه عمل له نحن بحياتنا ما عرضنا ولا عرض أستاذ، مرة واحدة من ثلاث سنين جيت حجزت مسرح بدنا نعرض، جينا على الباب لقيت ولد قال عمو أنا بدي أحجز. قلنا له شو؟ قال مو هون المسبح؟ طلع ابتكر مسبح، مو مسرح، مسبح ابتكر. مسرح يعني ولا حدا عم يجي لعنا لانه انتم هبل ما بتعرفوا تمثلوا. لا لانه ما بقى حدا حضر مسرح يا استاذ. مزبوط لانه في فضائيات كثير والتلفزيون وكله. اخي كله وين الاكل؟ ليك تفضل كله هذا سبري ميل على بوريم. هذا لا كوردون بلو. كريسبي هذا كريسبي. لك شو لك كوردون بلو؟ لك حتى الاكل صار بده حلم؟ ايه احلم لك شوي. انا جبت فروجين على الفحم. احنا انا جبت له اياهم. هاي الدليفري عم يشتغل معنا هون. شو ابو سعود شو صار لك نمت؟ بدك سمك؟ يو استاذ لحظه. شو في مشهد؟ شو قال نفتح المشهد ونشاهد عموري يمسح الطاوله مع دخول ابو ربيع. ابو ربيع مرحبا عموري. والله يا ابو شو وينه محروس؟ يا ابو سعود عموري والله يا معلم لسه ما اجى. ابو ربيع شو وينه محروسه؟ والله يا معلم لسه ما اجت. ايوه امور المسل احسن. لا 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 لحظه لحظه استاذ، انا عندي تحفظ على هذا الكلام. تفضل. ليش؟ انا برايي عموري ما حلو هذا الاسم، بنسمي عموري طار. ولا غنيه طار. عموري يا عموري يا عموري. ايوه بدون زي احلى هي. لا 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 عموري بنسميه طارق. هي طارق. وبنسمي ابو ربيع أبو والله حلو الربيع. تعال نسمي ابو ربيع. محروس بنسميه سمير. سمير. مين سمير؟ مين سمير؟ مين سمير؟ يا زهير. 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 يا زهير. ليش را؟ هرب. لك يا استاذ صدقني يا استاذ هذا الوحيد اللي نازع لك هاي الفرقه يا استاذ. شو بدنا نعمل؟ انا بعمل لك شغله يا استاذ. تفضل. انت سلم لي الاخراج وبرجيكم شو بساوي لكم انا. لا الله يوفقك. بدنا نجرب، بدنا وجوه جديده بماء شابه. ايه. تفضل. اسمعوا. سمعنا. هلا بنعمل لوحه. 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 انت بتفوت من هيك؟ مي انا؟ لا هو هذا هو. ايه واحد ثاني يفوت من هون. روح فوت من هون. روح 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 فوت من هون. وانا انت خليك يوم. ايه بينزلوا على النص. ايه بيجتمعوا. ايه بيسلموا على بعض. ايوه اشلو. ايه بيبوسوا بعض. ايه بيرجعوا لعندي لورا. ايه
لك يو استوز بعدين بتفوت لان سليم فوتي فوتي عسريع عسريع محروسه العيون محروسه العيون محروسه العيون محروسه واحلى مكدوسه واحلى مكدوسه لا لا انا ما بي هيك ما بيزبط معي اسمع استوز انا رح اروح على المكتب وزع النصوص نعمل بروفه احسن شيء نعمل بروفه على اللوحه هيك امشوا شو رايك يلا امشي خلاص روحوا انتم روحوا وانا كمان لا انا رايح اطبع النص واجي استاذ نعم إذا هلأ قرايبينا عم يجوا يحضروا المسرحيات إذا هو أخرج ما بقى يجي حدا أبداً إيه أحسن سمعانك يا جدبة أحسن إذا ما أجي حدا ليش؟ لك أحسن خلاص نحن بنشتغل بروفات ببلاش بلاش بلاش إيش أنت عم تدفعنا على البروفات شي مصاري؟ لا بنشتغل الثلاث شهور استوز بروفات وإنه آخر شي ما في مصاري بس لنعرض هي إذا إيه عرضنا هلأ سبعة أيام محجوز عندي لقدام لقدام؟ ايه منيح مو لورا لا 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 قدام استوز انا بطلت ما عندي شغل عندك طول بالك روح معنا صالحكم ليه عندي؟ شباب لحظة شوي في مسلسل قعقاع طالبين فيه كومبارس روحوا 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 قعقاع قد ايه عم بدفع وقف لخدوني معكم ايه شو صار معك؟ طب سعود قل لي انت شو صار أنا بالبيعة؟ ايو بيعة؟ قال هديك اليوم جبت لك زبون ايه تذكرتها مشي حالة مشي الحال مشي حالة وعمولتي؟ عمولتك محفوظة لا يا زلمة شبك يا زلمة شبك شي مرة شي مرة جبت لي زبون وعمولتك ما كانت محفوظة لا بس راح عليك شي ليرة شي مرة اخي ما راح علي بس ولك عم تحكي معي انا يا زلمة ولك حبيبي شو اسمه مكتبي انا؟ الاخلاص ايه معقول يروح عليك شي؟ صلك عم تتعامل معي سبعة ثمان شهور راح عليك شي؟ ايه بس لهلا غامضة القصة بقديش بعت المزة؟ بيت المزة؟ لك انت شو بدك يا قصة؟ والله جبتها شو رأيك نشتري المزة كلها ونبيعها؟ ما بعرف عندك إمكانية؟ لك شو عندي إمكانية؟ مصاري 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 يا أخي أنا روح قلبي المصاري لك روح قلبي العملة يسلم لي الله على العملة أنا بحب العملة على سيرة العملة بس شوي أنت شو عالساي هون؟ روح ساوي شاي روح ساوي شاي روح ساوي شاي بسرعة 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 ركض مسعود زير تحكي قدام الشغيل شي لك قولي انه هذا هم ما اللي ما شفته منو بكره بيضربونا عين هيك قد اي والله مسعود شو بتتذكروا لعبود ابن ابو عبود مين عبود ابن ابو عبود كانوا بحارتنا ساكنين بالشاغور والله ما بتذكروا لك هيك يا شباب ظريف هو ايه تذكرته عبود ابنه ولا الاب لا الابن المنتوف لك المنتوف يلي كان يمشي بشحاطك الفردة شكل ابوه لك الابن 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 كان منتوف كتير كنا نضربه بالحارة هيك ايه شبه صار اسمه عبود بيك شلون والله ما بعرف شلون مبارح شافني وعزمني على الغداء بمطعم سبع نجوم عبود ابن عبود ايه ابوه تذكرته تذكرته ما تذكرته بعرفهم انه هدول عيلة منتوفة ما محن يمشوا طول عمرهم بيبيعوا خبز يابس وعلى البسطة شلون صار محن عمله؟ والله ما بعرف معقول يكون غرد شيء كان ابوه مخبي شيء؟ لكن ابوه منو؟ يكون عنده ارض وباعة ما بعتقد ايوه انا فكرت فيه ايه قعدنا هيك دردشنا شوي ذكرته فيه حلو قال لي لك مشتاق له لابو سعود انا والله مشتاق له قلت له أنا بكرة الساعة 12 هون بالمكتب وهلأ أكيد شوي تانية بيجي لحشوف لك قديش باقي له هذا وقته يعني هذا ترمو أنا تأخر بتأخر له خمس دقائق إيه شو رأيك؟ السلام عليكم أهلين أستاذ أهلان 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 أهلين بأخي عبود أهلين بعبود بيك عبود أهلين أهلين عبود أهلين عبود أهلين عبود أهلين عبود أهلين عبود أهلين عبود تفضل تفضل لا اقعد لا 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 والله مشان تفضل 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 اهلا وسهلا يا رب شلونك والله الحمد لله شلونك انت كيفك مشتاق لك شو اخبارك اهلا وسهلا خليني اياك اهلا وسهلا الشاي جاهز شو سبحان الله شو اعطينا الشاي مين الشاي هذا شغيل عندي بالمكتب كيفك ما بيحكي ما بيحكي عبود بيك هذا عبود بيك تفضل ابو سعود لا لا والله بايدك ما في لا حبيبي اهلا وسهلا عبود بيك تفضل لك حبيبي حبيبي شلونك؟ والله الحمد لله شلونك شو اخبارك؟ متغير كبران على الحليان على تذكرني انت كمان؟ حبه العبود بيك هو حبك خلص روح ايه اهلا وسهلا شلونك شو اخبارك؟ الله يرحم ابوك
تعيش. والله ابوك كان رفيق هيك انا بالمدرسة. بتذكر ابو سعود قلنا له لاب مازن قال لي غير 35 مليون ما بدفع، بقى ما بعرف بتبيع ولا شو قول له، انا بدي اعرف اتصرف يعني 35 مليون والله مبلغ لشو لشو بربيع 35 مليون هو بده يعني بيناتهم هي ما بعرف. لا لا في شقة بدي اخذها ب 35 مليون والله رخيصة رخيصة كثير مو؟ رخيصة؟ رخيصة 35 شو هي وين وين صايرة؟ هون هون بأول سراد المزة تمام على اليمين هون هيك طابع بس ما يعني قديه مساحتها؟ مساحتها شي 60 متر مو كبيرة مو كبيرة مو كبيرة بس والله كأنه قليل 35 يمكن بده يسافر هو بده مضطر يبيه أنا بشتريها مش معك هيك مبلغ؟ لا يا ابو سعود ما قلت له ما قلت له والله انا قلت له شفت عبود بيك انا وبسلم عليك ما رضيت احكي له شيء يعني ما رضيت احكي من اليوم الاخير قد ايه بدك فيها؟ خيو انا بصراحه بدي اخذها 35 مليون اذا ما حطت لي مليونين بجيبتي عموله ما بتزبط معي القصه خيو 50 مني شو شو؟ 50 يا عم شو القصه؟ ليه شو هيك؟ شو القصه؟ شو توكلنا على الله انه شو القصه اللي عم تجيب مصاري ها ما بعرف اساله يا اخي توكلنا على الله توكلنا على الله ونعمل ابتكار ايه وتذكرت شغله شو هي مريت عند الحجي انا ايه ام شو قال لي اللي مشان المحضر مشان المحضر ايه المحضر قال بعت له 100 مليون دفعه 100 مليون 100 مليون هلا انت ورايح له اياهم ماشي معلم وين هذا المحضر وين هذا باول اتستراد وين شو اسمه اول اتستراد كفر سوسه ايه انت ونازل هيك على وين المحله ايه في هون كان ملعب طابه تمام اخذنا الملعب الطابه احنا اشتريناه لقينا له غير ابني تمام ملعب الطابه رح نطلع فيه محضر ايه لمين هذا المحضر لمين صار له اشتراه انا اشتريته عملوا له تنازل بدك تبيعه ايه بيعه تشتري قد ايه بدك فيه هلا انا كلفني شي 110 110 بس الرخصه ولا دول التوابع يعني زي من الاخير قد ايه بدك فيه يعني مع التوابع وكذا اخي من الاخير 190 مليون اوكي خلص 200 التوب 200 شوي 100 ما بحب انا الكسور هي الكسور ما بحبها 200 دقيقه اشرب شاي يلا اشرب شاي اشرب شاي عم اسمك اشرب على الشرب شو الزبون المتسنن انا بجيب عمله ما بعرف شوف وين اقل من 10 15 مليون قبل ما بعرف خلا ما اختلفنا على المصانع العموله لا تاكل همها بس المشكله هذا الولد وين عم يجيب عمله شو لسه انا مو صديق له قديم احسن سنون اذا بتعرف له لسه انا ما مشي بدون خجل اهلين اهلين استاذ عبود نورنا ورا المكتب استاذ عبود علم الزلمه ما رضي يبيع ب 190 بصراحه ولا ب 200 ليه؟ هلا كان عم يحاكيني هون قال لي طيب تكلفه كلها تقريبا بدنا 225 مليون اقل شيء قلت له لا معلش انا بمون عليه ب 224 مليون خيو 250 بعته خلص اخي بلا مؤاخذه بدي اسالك سؤال اسأله بس هون اسأله أول شيء نحن بعنا إن شاء الله مبروك الله يبارك فيك بس سؤال هيك يعني محيرني ومجنني أنت ورتان شي أراضي؟ منين يا حسرة؟ أنت أكثر واحد بتعرف أبي ما هو هي المشكلة إنه بعرف أبوك إنه منتوف وعايف السما تبعه ومعه يمشي منين جبت المصاري؟ يا سيدي صارت معي قصة شو هي؟ قصة وقصة إيه شو هي القصة؟ أنت بتعرف إنه بيت جدي بالزاهرة القديمة إيه بتعرف إنه قديم كثير عمار قديمة يعني. إيه اجا جدي شو قال لي؟ ايه يا عبود يا ابني الله يرضى عليك اطلع عزل لي هالسقيفه حلو قلت له جدي لعيونك انا ليش عزلت له السقيفه؟ قلت لحالي بحط لي 50 ليره بجيبتي يا ولد مش الحال ايه اطلع اطلع معزل السقيفه عم قيم غراض حط غراض قيم غراض حط غراض وانس لقيت لك ابري وديله غريب عجيب جدي شو؟ بيحب دقيقه ابري 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 عادي ريشا ايه ابريشا ايه وجدي بحب الانتيكه كثير حلو قلت له لك جدي شو بدك فيها؟ هات يا ولد اخذت على البيت قلت لحالي بعمل لي فيه ركوه شاي حلو اجيت انا عم بجلي هالابريق لسه ما حكيته اول حكي ثاني حكي طلع لي واحد مثل الفيل وليه يا باطل يا باطل شو 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 عم تحكي واحد مثل الفيل فيل 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 عم يطير ديناصور مو فيل ايه وبعدها قال لي شبيك لبيك حنتوش بين ايديك حنتوش ايه ايه اسمه حنتوش وليه حنتوش اسمه اسمه حنتوش ايه انا فتت بالحقيقة شو هذا حنتوش منتوش من هاي قلت له بدي كاسة شاي شاي قلت له يا ولد جربه جاب لك شاي هي جاب لك شاي لا لا هذاك حنتوش سمين هيك كبير هيك ايه ايه وبعدها ثواني كان كاسة الشاي عندي حلو ايوه معناتها قلت يا ولد تعال جربه مرة ثانية حلو رجعت تشك تشك حكيته ايه حنتوش منتوش بين ايديك نفسه طلع ولا نفسه نفسه هيك شعرات حمر وكذا وبارد هيك ضخم كبير يا سيدي مسعود ايه قلت له بدي كاسه قهوه
راح جاب لي قهوه. شو طلبات هي؟ ابد قلت خلاص هذا هو، ومن وقتها لهلا وقال لي الكريم خود. لك سؤال، انا بحب قال لي يعني بس قهوه وشاي بخدمك ولا اكل؟ معقول انت بربيع؟ معقول يعني معقول قهوه وشاي تشوفني بلعس كله هاد نظارات ودخان وجوال؟ ايوه يعني مثلا اذا هذا حنكوش فنكوش حكينا البري بيطلع طبعا. اذا قلنا له مثلا بدنا صندوق ذهب، صناديق ذهب، بيعمر لك بنايه الذهب. شو؟ وعيار 21، وبتعرف الذهب غليان هلا صاير ب 17.900. ولي ابو ربيع. شو ابو ربيع؟ ايه ساري من العقارات. هذا الولد مبين جذبه. رح نشتري منه البري ب 400 مليون. ماشي، قد ايه كل سعره بتاعها؟ لك بلا سعر بلا بطيخ، الخير سعر لك اشياء. مجرد ما شرينا هذا البري يصير معنا ملايين. لك ملايين. لك بقول لك اذا بتقول له بدي بنايه من ذهب بيعمل لك بنايه من الذهب. انا بساهم ب 20 مليون و 200 ليره. هلا انت تقول لي ساهم ما ساهم، بس شلون بدنا نقنعه لهذا انه بيعنا البري؟ هلا بنقنعه. اهلين 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 استاذ عبود، اهلين اهلين. خلص اعطيهم كلهم. اهلا وسهلا. بنرجع على المحضر تبع الملعب. إيه لنا الملعب وحطينا المحضر فيه. خيو لا شغله بدي منك شغله. لك اطلب شغلتين. انت بتعرف ابوك قديش كان يحبني الله يرحمه. وانا بتذكر ابوك يوميتك كان يحكي لي على هذا البري. كان يحكي لي على هذا البري. إيه؟ قال لي بكره بس وينك؟ بكره بس يعني انه شو؟ انه بس يكبر عبود قصدك؟ لك لا، بس انه جدك كان له يطلع سيفة مشان يعزل بيعطيه اياه البري. بيعطيك اياه لك؟ ايه البري، بس قال لي بدي مصاري. قلت له انت طول بالك يعني بكره بس تطلع انت تنظف السيفة وتجيب البري تعطيني الي المصاري. بعطيه انا المصاري لابوك بيعطيني البري. شوف هذا البري ابوك موصي فيه حرام، لازم ما تكسر وصية ابوك. شوف ابو سعود، شوف صراحة أنا مليت منه هذا البريء والماري. إيه؟ كل يوم والتاني بيطلع لي، وأنا الحمد لله الله كفاني. إيه؟ وأنا جاي على بالي بيعه. خيو اسمع، أنا بدفع لك فيه 500 مليون ليرة. أبو سعود أنت صاحي؟ أخي أنا بدفع لك فيه، قلت كلمة، أنا كلمتي كلمة، مكتب الإخلاص بحكي كلمة من هون ما بنوب بعرفك أنت بتأخلص لك. ثاني كلمة، إذا في مجال جيب لنا البريء. رح جيب لك اياه وجرب لك اياه. وانا بكتب لك شيك ب 500 مليون ليره، وكل ليره تنطح ليره. ما بنختلف على السعر ابو سعود، انت رفيق الوالد الله يرحمه. تعيش. يلا الله يرحم بيك. تبكي رايح وراجع. روح. الله معك، خذ جوالاتك خلي راجع راجع اعطيك اعطيك مفاتيح سيارتي. لك لا ليكو ليكو المشوار قريب، راجع بقوة. ماشي ماشي. لك ليش دفع؟ ابو سعود شو 500 مليون اتفقنا على 400. قيم الشايات بسرعه من هون، قيم الشايات. قوم قوم. لا اجت الروح لك اول مره بتجي اجره الشهر. قوم عم قوم. لك رح اعطيك وينها سرقت لها سيجاره كمان. اجره الشهر اخذتها. يلا روح. ايه هات لشوف شو بدنا نعمل هلا. شو بدنا نعمل هلا؟ اول ما يجي البري بنحك البري. اهلين يا ربيع. اهلين وسهلين. تفضل تفضل. وهي التحفه. هذا هو هذا هو. بدنا نجربه شيء. دقيقة دقيقة دقيقة. ايه شو؟ بس لأني أنا موالف عليه صلي عمر أنا وياه. ايه بدك أجرب لك إياه؟ ايه خيو أنا ما بعطيك شغلة. ايه ما بعطيك شغلة إلا موثوق منك. ايه وأنت مكتب الإخلاص وأنا حبيتك لأنك أنت كثير مخلص. حلو. هات لشوف. لا 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 أبو سعود أوعى، لأنه هذا له عيارات بتعرف أنت. أيوه بدك تلفه ولا شيء مشان يكون المارد عم يلف بس هيك يقدر حاله ليطلع، لانه ما بيحب يطلع فجاه. بس حرام ليكون هلا مثلا انت عم تلف وعم يدوخ. لا لا هو لانه بيلف وبيطلع من هون. عم يدوخ شو بدنا فيه نحن؟ جاهزين؟ ايه جاهزين. يا بسم الله. يا بسم الله. ولي ممكن لساته نايم. نايم. حندوش؟ ولي ولي لا تخاف لا تخاف لا تخاف. ليه شو طلب صدره؟ واتمنى حنتوش عمرك يا مولاي. روح جيب لي كاسة شاي على السريع. عمرك يا مولاي. عود.
عود عود هلا بتشوف شلون عود. عجبتني ايه. شبك شبك تعب منه شبك هذا شبك لا تخاف لا تخاف لا تخاف انسطر لا تخاف لا تخاف روق اي روق روق شو شو رايك كاسة واحلى كاسة شاي تمر بشي غرمه يا مولاي حنتوش عمرك يا مولاي طير ليك شلون بيفتل بالهواء بيفتل بالهواء ابو سعود يا شو بدي اقول لك ابو سعود ايه شو اقول له فوضو شو شو بازرو شو بازرو اقول له اقول له خلص اتفقنا 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 اكتب له اكتب له قبل ما تكتب لي قبل ما اكتب لك شو قديش بدك تدفع 500 مليون 400 مليون 500 مليون قلنا له كلمه ونحن ما بنحكي غير كلمه واحده ماشي عمره ابو سعود انت مو بدك عمولتك بلا عمولتك 500 مليون الي اه اتفقنا جايب لي تحفه اثريه ماشي اوه اوه بدايه حنتوش بدايه حنتوش طيب بدايه من البوس طيب بركي ما رد عليك بركي بيرد عليه بس له دقيقه دقيقه انا راح اتفاهم معه لحنتوش اعطيني البريق البريق ارضى لبيك لبيك حنتوش بردك يا حنتوش عمرك مولاي انت صار لك زمان معي ما هيك اي نعم يا مولاي وبصراحه يا حنتوش انا داخل منك كثير ليش يا مولاي ازعجتك بشي انا يا مولاي لا لا يا حنتوش ارجوك يا مولاي لا تتركني يا حنتوش ما رح اتركك شوف انا رح اعطيك لصاحبي ابو سعود ابو سعود زلمه كثير اكابر ومن عالم وناس وهو من ريحه الوالد ها دير بالك تزعجه امرك يا مولاي يعني هلا انا لعد تجرب على ايدي رح نجرب ايد ابو سعود ابو سعود حكه له شو يعني شلون يعني عمل له ايه وين هو هون بيروح وبيرجع بيروح ايوه وين 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 لك شوي 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 عمرك يا مولاي لا تسمع شلمة شوي 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 هدي هدي ايوه الى اللقاء يا مولاي الى اللقاء يا فتوش الى اللقاء الى اللقاء يا فتوش لا الى اللقاء شو فتوش لا هات له فتوش لكان قال له تبولة تبولة لا تبولة بركي ما بحب التبولة ما بحب التبولة حنتوش 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 وهلا هيك يا ابو سعود ايه صار الابريق ايوه وين انا؟ وين انا؟ دايا 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 لا تكتب 500 مليون، انت لانك صاحبي ايه ورفيق الوالد الله يرحمه ايه رح اخذه منك ب 10 مليون بس لا رح تبيعه ب 10 مليون ب 10 مليون ربيع خلص ب 10 مليون ب 10 مليون هات لا 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 بدك شهود امضي ما بدي شهود ما بدي شيء مباشرة حبيبي بتروح وبتصل فوق تفضل فرصة سعيدة مسعود أنا أسعد حبيبي حبيبي نورت بدك شي يا بربيع سلامتك طالع معك أنا في الموبايلات خلي لك يا وهذا خلي لك يا بربيع هدول كتير بيبقوا لك شكرا شكرا سلام عليكم الله معك مع السلامة تفضل مع السلامة رايح وصله وراجع أنا دير بالك على فتوش وينك؟ إيه لي تعال خذ هي معك تكوني لحالي إيه لا تنسى عمولتي ايه خلص شو بدك عمولتك؟ عمولتك رح اعطيك بناية يا زلمة والله لكم طلبات يلا السلام عليكم روح لح جابو شبيك لبيك انا بين ايديك امور واتمنى يا مولاي اول شيء اها بدي تعمر لي بنايه كلها من ذهب عمرك مولاي اثنين بدي جبال يلي حوالي البنايه كلها من الماس عمرك مولاي يلا بسرعه 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 ولكن هناك مشكله يا مولاي شو هي انا ما بحسن اسوي غير شاي وقهوه وداعا يا مولاي قهوة شاي شو شاي؟ نعم على هالكابوس نعم
ما على هالكابوس فتوش وما وشو صار؟ نعم منيح انه كابوس، الف كابوس وكابوس، والمهم ما تطير الفلوس. وينك انت يا فنان؟ مسرحنا صار